يقف الفلسطينيون هنا في مدينة الخليل للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين يتعرضون إلى أقصى درجات التعذيب من قبل سلطات الاحتلال، خاصة الذين تم اختطافهم من قطاع غزة. وبالتالي هذه الوقفة تأتي بعد 8 أشهر من عملية الاعتقالات التي تدور في مختلف المناطق في الضفة الغربية، في القدس وكذلك في غزة، وللتضامن أيضا مع ما يجري من إبادة جماعية في قطاع غزة. للتعليق على هذا الموضوع مع القيادي في حركة فتح ماهر النمورة، كيف تعلق على الإبادة الجماعية وكذلك على ما يجري مع الأسرى في معسكرات توقيف سرية؟ ما يجري مع أسران الأبطال في سيدي تومان هي جريمة بكل ما تعنيه الكلمة لم تشهدها البشرية. هو ليس جوانتانامو، إنما هو محرقة نازية ترتكب بحق أسرانا من أهلنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، بحيث يتعرضوا لأبشع الجرائم من إعدام مباشر ميداني، ومن بتر للأطراف، ومن اغتصاب للماجدات، للنساء، للأطفال، جريمة نكراء. غائبون عن العالم، لا أحد يدري أو يعلم ماذا يجري. يمنع الاحتلال زيارة المؤسسات الحقوقية والقانونية، جريمة بكل ما تعنيه الكلمة، يجب أن تتوقف فورا. على العالم أن يتحرك. معسكر سدي تيمان في دولة الاحتلال الموجود في صحراء النقب في وحدة قفعاتي أصبح مكانا للقتل والإعدام. آن الأوان أن يتحرك العالم لإغلاق هذا المعسكر الذي ترتكب فيه فظائع أشد من غوانتانامو الذي تحدث عنه الكثير من الحقوقيين. الآن جرائم ضد الإنسانية ترتكب، المئات من الشهداء الذين ارتقوا في هذا المعسكر دون السماح لأي منظمة أو مؤسسة دولية من زيارته أو الاطلاع على الأوضاع هناك. ما يمارسه الاحتلال بحق غزة، بحق الضفة، بحق أهلنا في كل أماكن تواجدنا يندى له الجبين. مجازر جماعية، إبادة جماعية، أسرى يتم اختطافهم من داخل غزة إلى سجون مخفية وإلى سجون سرية في الداخل الفلسطيني، ولنعلم فيما بعد أنهم قد قضي عليهم تحت التعذيب. هذه الوحشية لن تمر لا في القرن 20 ولا في القرن 21. على هذا العالم أن يصحى من غفوته ويضع حد لهذا الاحتلال الصهيوني الفاشستي وممارساته النازية. إذن أكثر من 9000 معتقل في الضفة الغربية بعد 7 أكتوبر، وذلك يأتي بعد مداهمات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة. رائد الشريف، الغد، الخليل، فلسطين.